ترى مو ذنبنا انكم ما تقرون التاريخ يا يبوي، هذه حقائق تاريخية. اقول لكم حادثة ثانية، الحين فلكه اول كان من السامية ليه فلكه بر، ما كان بحر، كنا نحدق البحر ورا فلكه نقط خيوطنا، حتى نبي ما ايش نسوي، اجتمع يدي والناس الكبار وهذا، ورحنا فتحنا فتحة من البحر الاحمر، دش علينا ماي، اي حفرنا يعني، صار ما صار بحر عقبها، صار فاصل بيننا وبين فلكه. حتى القلم هذا البيك هذا احمر وازرق، صار هذا من البحر الاحمر حبر، وحبر هذا الماي اللي دش علينا حبر ازرق صار. ومسكان قبل ما فيها شنو بر كانت، عقب دخل الماي وصلها، ولا كانت ملعب، كنا نلعب سته بسته، قولشي ما عندنا، اقرا التاريخ عدل، التاريخ هذا ما نجدد.